الإنسان الأليم يجي على بيته من الشغل تعبان، يفوت على البيت يقعد ينام. هلأ صار الإنسان يجي على البيت كان يجي مشي، صار يجي بالسيارة، كان يجي بالبسكليت. بعدين صار يجي بالسيارة، وتطور صار يجي بالسيارة. بعدين صار يجي بالقطار، إذا بدأ يروح رحلة بيروح بالقطار. من قديم كان يروحوا على جمال أو مشي. كان الإنسان يحب أخوه الإنسان الثاني مرحبا. هلأ صار الإنسان بيعادي أخوه يضربه. صاروا يكونوا مجموعة اثنين يتفقوا على واحد ويروح عليه. إن شاء الله يرجع الإنسان مثل قديم. جابونا كثير، هي أحلى مسرحية لهلا.